السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رح ناخد اكزامبل من الامتحانات الرسمية عن الاشياء اللي شرحناها امبارح. اللي بده يراجع اللي شرحناه امبارح يرجع يشوف الفيديو اللي قبل هيدا. اوكي، رح نبلش بدورة 2006 العادية اليوم لنشوف كيف بيكون الانماط الاسئلة وكيف نحن فينا نتعامل مع اي فيرب هو بيحط لي. طيب I prefer، بس بدنا نقرا بالامتحان نمسك القلم الرصاص وتحت كل كلمة important تحط تحت خط، أوكي؟ اقروا شوي شوي. The adjacent document. Adjacent يعني اللي حده. Document هي هالكلمة بنحطها لأي شيء بيكون table ولا كان graph ولا كان رسمة بنرمز له بي document. So هون document عندنا إياه هو table. Reveals، شو يعني reveals؟ Reveals بالعربي يعني يظهر. Another word in English يعني shows. Okay, so let's continue. The adjacent document reveals, شوفي بقلبه, the amount. شو يعني amount? Amount يعني quantity, كمية. ممكن يقولنا amount, ممكن يقولنا quantity. Okay, of oxygen in different parts of the respiratory system during inhalation. So أنا عم شوف كمية الأكسجين بـ different parts, بأقسام مختلفة من الـ respiratory system، من الجهاز التنفسي خلال عملية الـ inhalation. طبعاً أنا بعرف inhalation يعني عم فوت هواء على جسمي، بالعربي يعني الشهيق. إذا بجي بطلع على الـ parts of the respiratory system، نبلش لنا بالنازل كافيتي، الجيوب الأنفية، أنا رايحة على التراكيا القصب الهوائية، bronchus، bronchioles، pulmonary alveoli. طبعاً مش كل الـ parts of the respiratory system موجودين، لأنه بنعرف نحن بعد النازل كافيتي في عنا pharynx, larynx، بيرجع تراكيا. مش حاططهم كلهم، no problem، أنا بلتزم بالموجود. عم نشوف نحن كمية الأكسجين عندي بالنازل كافيتي 21 ملي، بالتراكيا 21 ملي، بالبرونكس 21 ملي، بالبرونكيوز 21 ملي، بالبلمونري الفيولاي 14. إذا بتتذكروا نحن اللي حكيناه بالدرس قلنا إنه كل الـ parts of the respiratory system we call them conductors، يعني هني بس بيمرقوا هواء، ما عدا الـ pulmonary alveoli. قلنا الـ pulmonary alveoli it is the site of gas exchange، مطرح أو إذا بدكم موقع تبادل الغازات. وهيدا التيبل فعليا بياكد لي هذا الموضوع، لانه فوت انا 21 ملي من الاكسجين وضلن 21، ضلن 21، ضلن 21. انا كل اللي عم بعمله I'm conducting them، عم مشيهم بس. بينما وقت اللي وصلت على البلمونري الفيولاي نزلوا لل 14. ليش نزلوا لل 14؟ انا بس اوصل على البلمونري الفيولاي وعندي هون البلد، اكيد في عندنا نحن قلنا احد خصائص الالفيولاي هن ريتش ان بلاد فيسلز. اللي راح يصير الهواء اللي اجى لهون هو بيكون حامل 21 ملي او 2، نحن بحاجه ل او 2، سو حيفوت او 2 على البلد. اذا حيفوت او 2 على البلد، شيء منطقي انه ينزل النمبر لل 14. هذا الشيء بياكد لي انه الاكستشينج عم بيصير only in pulmonary alveoli and not in these. Why? Because in these the amount أو the amount of oxygen remained the same، ظلت هي ذاتها ما تغيرت. فأنا كل اللي عم بعمله كنت عم مرق هذا الأكسجين ليوصل على البلمونري الفيولاي. وقت وصل على البلمونري الفيولاي بيصير في عندي الإكسشينج، الأو 2 والديفيوز. هالكلمة حنشوفها بالدرس الجاي، ديفيوز يعني موف فروم الفيولس تو ذا بلود. أوكي، هذه فكرة مبسطة. خلينا نحن نشوف السؤال شو بده. السؤال: knowing that the amount of oxygen is 21 milliliter and 100 milliliter of inhaled air indicate the respiratory parts through which oxygen gas is conducted that are the sites of gas exchange. Justify your answer. إذا قرينا هيك ما حنفهم كلمة، نرى شوي شوي. علما بأنه knowing that، لما يقول لكم knowing that تذكروا على طول أنه هي معناتها given. Okay. Knowing that يعني هيدي given. علما بانه شو؟ كمية الاكسجين amount of oxygen هي 21 ملي بكل 100 ملي of inhaled air. ما تنسوا انه الاير مش بس بقلبه اكسجين، في اشياء ثانية. فنحن عندنا 21 ملي
أكسجين بكل 100 ملي من الهواء. Indicate the respiratory, يعني هني الهواء من برا قبل ما فوتوا أنا على جسمي هو هيك كان. بدنا نحدد, so الفيرب هون هو indicate, بس يكون الفيرب indicate ما بده justification. Indicate the respiratory parts من هول يعني through which oxygen gas is conducted. وين قلنا بيصير في conduction of oxygen gas? بالنازل cavity, trachea, bronchus و bronchioles. Why? لأنه the amount of oxygen remains the same. فلا هتقولوا تبلا بعدك قايلتينا أنه indicate ما بده justification. صح, indicate ما بده justification. بس شو قايل كنت تحت هون؟ justify the answer in each case, برروا الجواب بكل حالة. لأنه هو بده شيء, بده أول شيء تقولوا له when the oxygen gas is conducted والsites of gas exchange, وين موقع تبادل الغازات. موقع تبادل الغازات هو pulmonary alveoli. أول شيء أنا بحدد له إنه نازل كافيتي تراكيا برونكوس وبرونكيوز هن conductors أو through which oxygen gas is conducted. بعد ما حددت بعمل justification لأنه هو طالب justify. لو ما كان طالب justify خلاص ساعتها, لأنه الverb هو indicate, بكتفي ساعتها إنه بقول له الجواب من دون ما أقول له ليه. إذا بدي بلش هلأ أكتب ونشوف كيف بدنا نكتب. So أول شيء نحن هلأ part A. حبلش بموضوع through which oxygen gas is conducted. عنا nasal cavities, عنا التراكيا, وعنا البرونكوس and bronchioles are the respiratory parts. أو فيكم تقولوا the respiratory parts are, حي الله مش مشكلة, are the respiratory parts through which oxygen gas is conducted. So من خلال بس الأكسجين gas أنا عم مره, okay, is conducted. هيك أنا جاوبت على السؤال الـ indicate. بدي أعمل justification, why? Okay, because the amount of oxygen, كمية الأكسجين, remained the same. ظلت نفس الشيء فيهم كلهم, remained the same واحدة وعشرين مليليتر of O2 in 100 مليليتر of inhaled air. لأنه ضلت هي ذاتها, يعني أنا ما عم غير فيها شيء, ما عم بعمل exchange, so بس عم بعمل conduction, بس عم مرق الهواء. هذا خلصنا من part through which oxygen gas is conducted. طيب مين هن site of gaseous exchange, أو مين هن site of exchange of this gas, وين في موقع تبادل لهذا الغاز بالpulmonary alveoli؟ كيف عرفت؟ لأنه كمية الأكسجين اللي عندي إياها قلت من الـ 21 للـ 14. Okay, so the sites of pulmonary alveoli are the sites of exchange of this gas. كيف عرفت؟ لأنه نزلت الكمية. نزلت الكمية يعني أنا فوتهم على جسمي. Okay, because أو since فيكم تقولوا كمان the level أو دغري amount, the amount of oxygen decreased from 21 milliliter to 14 milliliter. Okay. خلصنا من أول part. نجي على part الثاني. List يعني عدد. كمان هذا الverb ما بده justification. List the characteristics of the sites of this exchange. فنحط ال characteristics للsites of this exchange. مين هو site of the exchange? Pulmonary alveoli. Characteristics حفظ مرقناه هون امبارح. So the characteristics هن thin alveolar wall, rich in blood vessels, وكمان large surface area. So هودي حفظ. هذا البارت بي.
آخر شيء Part C. خلينا نشوف شو بده يقول Part C. عم بيقول لي إمفيزيما. إمفيزيما هذا مرض. هو أصلاً شرح لكم. إمفيزيما is a respiratory disease. هو مرض بالجهاز التنفسي. Where some alveoli, بعض الالفيولاي do not function, ما بيشتغلوا منيح. يعني نحط معاني الكلمات. So قلنا نحنا list, ما بده justification. مثل مثل indicate. إمفيزيما هو respiratory disease. Disease يعني مرض. Where some alveoli, بعض الالفيولاي do not function, ما بيشتغلوا due بسبب the destruction of their walls. So بعض الالفيولاز مش الالفيولاي مش هيشتغلوا. لا لأنه أنا في عندي إذا بدكم مثل تدمير للوالز تاعولهم. هذا التدمير إجا من وراء هذا المرض يعني. In this case, how would the amount of oxygen vary at the level of these alveoli? بهيدي الحالة كيف رح تتغير كمية الأكسجين بقلب الالفيولاي؟ خلينا شوي نوضح الصورة. أنا هون بالالفيولاي في عندي هون كتير walls. قلنا نحن هي مقسمة ل كتير parts. بس يكون في عندي هذا المرض اللي هو الانفيزيما. هو مخبرني هاي السالفة. أوكي أنا ما بحفظها يعني. بس هو لأنه بتنعاد كتير بالإكسرسايزات بصيروا تحفظوها مرة عمر. عادة هيك لازم يكون الشكل. هلا وقت اللي يكون في عندي مشكلة اللي هي الانفيزيما بصير في destruction of the walls. لما يصير في destruction of the walls فعليا يعني ما رح يضل هالتقسيمات كلها موجودة. لا بصير هالتقسيمات مكسرة. So مثل كأنه أنا اللي عم بعمله هون I'm reducing the surface area of exchange. وقت حكينا مبارح عن the characteristics of alveoli وحكينا عن the large surface area قلنا لا في عندي large surface area من وراء هودة لأنه في كتير تقسيمات في كتير parts. طب أنا لما عم يكون في عندي destruction of the wall يعني أنا شو عم بعمل؟ I'm decreasing the surface area. So الإشي اللي عم الشيء اللي عم أثر عليه فعلياً هو large surface area. طيب إذا هيدي large surface area صارت أقل يعني قلت ال area of exchange ما رح يفوت كتير oxygen على جسمي مثل قبل. مثلاً هون بالحالة العادية فوتت أنا تقريباً من 21 ل 14 يعني فوتت 7 فوتت 7 ملي. وقت يكون في عنا الإنفيزيما أوكي وأنا صار في عندي تدمير بالوالز يعني قللت السيرفس أريا ما رح يفوت أكسجين مثل قبل لجوه. هلأ السؤال شو كان؟ In this case, how would the amount of oxygen gas vary at the level of these alveoli? قد رح تتغير كمية الأكسجين بالألفيولاي؟ فعليا ما كتير رح تتغير لأنه أنا ما عم بقدر كتير فوت لجوه أكسجين. يعني أنتم فات لعندكم ناخد الإكزامبل أوكي سوري ناخد الإكزامبل تعول هذا فات لعندي 21 مل فات لهم. بالحالة العادية لازم بالبلمونري ألفيولاي يصير في عندي إكستشينج يفوت أكسجين لجوه يتقل الأمونت أوف أوتو. بس أنا إذا ما عم بقدر أعمل إكستشينج السيرفس أريا قلت فعلياً كمية الأكسجين ما كتير رح تتغير بقلب الألفيولاي حتضلها مثل ما هي أو حتنقص شوي. لا لأنه أنا ما عم بقدر فوت أكسجين على البلود طبعاً نتيجة الـ destruction of the walls. فاللي رح نعمله هلأ شو رح نكتب بهيدي الحالة the amount of oxygen does not change. So in this case ما بتغير كمية الأكسجين. The amount of oxygen does not change أو بتغير شوي يعني or decrease slightly إذا بدكم. أوكي فيا أما بتضلها مثل ما هي 21 ملي يعني فيكم تحطوا هون بين قوسين 21 ملي أو بتقل بس شوي ماشي. طبعا هذا الشيء بسبب إنه أنا دمرت الوولز. لما أنا دمرت الوولز قللت السيرفس أريا وبالتالي ما عاد يفوت كتير أكسجين مثل قبل. أوكي this is the exercise. أي حد عنده أي مشكلة فيه كمان you can drop your questions in the comment section وإن شاء الله next time we'll start with a new thing أو ممكن كمان نحل exercises depending on what you need. Okay God bless your efforts.